السلام عليكم. السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم برياض ومدارس الوطن العربي. اليوم إن شاء الله مس للصف السادس، اليوم إن شاء الله رح ناخذ درس العلاقة، وهو الدرس الثالث بالوحدة الأخيرة إن شاء الله بهذا الكتاب. درس العلاقة مس كتير سهل وحلو وبسيط، لكن بده شوية جهد منك. المشكلة بدرسنا اليوم انه مس ما في قاعدة معينة تمشي عليها، ولا انه بتقدر مثلا زي قانون انك انت باقي تحله على طول وراي او بنفس الطريقة او بنفس الادراج. كل سؤال راح تلاقي فيه فكرة جديدة، كل سؤال راح تلاقي فيه فكرة جديدة. اول مرة لما انت تبلش تدرس عليه وكذا راح تحس حالك انه انا مش فاهم، انا مش عارف، انا مش عارف احل. لا، هو لو انت تتبع سياسة معينة اللي انا بدي اشتغل عليها، انت راح تقدر تطلع اي علاقة لاي ايش، لاي ازواج مرتبة راح يعطيك اياها. شو يعني العلاقة؟ انا بدي احكي لك شو يعني العلاقة. تذكروا بالدرس الماضي، خلينا ناخذ شغلة، تذكروا مس بالدرس الماضي انه شو كان يعطيكم؟ كان يعطيكم هو مثلا قيمة سين، تمام، مثلا يحكي لك 5، وصاد شو قيمتها مثلا 2، يجي يحكي لك اعطيني كل ايش، كل الاحداثيات او الازواج اللي او القيمة العددية لتعبير جبري معين، تمام. انا مثلا اعطيك التعبير الجبري هذا اللي هو مثلا نحكي سين تربيع زائد 1 فرضا، هذا ايش تعبير جبري. انت شو كنت تعمل؟ كل اللي عليك انك تعوض قيمة سين مثلا 5 وقيمة صاد شو مالها 2، مزبوط. او كنت انا شو اعمل لك؟ ايوه تعطيني ايش، سوري، هاي 25، مزبوط، بتعطينا 25 و2 27، تمام. هلا كل اللي صار عندنا بس اليوم وجديد وصار عندنا جديد علينا، انت قلنا انه احنا انا بدي اطلع هاي العلاقه. قبل كان يعطيك مثلا شو يعمل، يجي يعطيك مس هيك، يعطيك قيم للسين صح وقيم للصاد، ويعطيك ايش مالها علاقة، مثلا زي حكينا سين تربيع زائد 1، يعطيك قيمة سين مثلا 5 يعطيك صاد 1، بعدين يروح يغير لك قيمة سين مثلا 4 2 فرضا، مثلا 3 1 فرضا. انت ايش تعمل؟ بس عليك تعوض وتطلع ايش النتيجة. اليوم لا، اليوم انا مس ما بدي هاي الحكي. اليوم بدرس العلاقة انا شو بدي اعمل؟ طلع انا شو بدي اعمل لك. درسنا اليوم اللي هو بالعلاقة، أنا بعطيك يا مس هاي الإحداثيات شو مالها؟ جاهزة، الإحداثيات جاهزة، لكن التعبير الجبري اللي أنت عوضت فيه عشان يطلع لك هاي القيم ماشي، أو اللي معاك هاي القيم أنا مش معطيك إياه، تمام؟ طيب، شو العلاقة؟ هاي بسموها علاقة، شو العلاقة اللي بتربط بين الإحداث السيني والإحداث الصادي للأزواج المرتبة التالية؟ هيك صار السؤال. يعني أنا بدي أطلع التعبير الجبري، أنا بدي أطلعه اللي أنا عوضت فيه هاي الأرقام، أنا بدي أطلعه، لكن ما بدي أطلع قيمة ما بدي أطلع القيمة العددية تاعته، لا، أنا بدي أطلع العلاقة اللي ربطتهم ببعض، العلاقة اللي ربطتهم ببعض. شو يعني علاقة؟ اللي هو بالآخر مس بيطلع معك اللي هو التعبير الجبري، ماشي، اللي ربط بين الإحداث السيني والإحداث الصادي هاد للأزواج المرتبة. طيب فرضا أجي أحكي لك سالب 1 0، 0 1، 1 أعطاه 2، 2 أعطته 3، 3 أعطته 4، يعني لما كان يروح يعوض قيمة سين، ماشي، سالب 1، ماشي، القيمة العددية تاعت صاد كلها شو تعطينا؟ 0. طيب شو كيف بدي أحل هذا السؤال؟ أنا بحكي لك إذا سألك ما العلاقة لازم تعمل جدول صغير لإلك. هاي جدول صغير لإلي، بحط فيه أنا قيمة سين وبحط فيه قيمة إيش؟ صاد. بحط فيه قيمة سين وبحط فيه قيمة إيش؟ صاد. قيمة سين الأولى لهذا الإحداث الأول اللي هي سالب 1 0، سالب 1 0، لما حط السالب 1 شو أعطاه بالصادي؟ 0، ممتاز. بدي أرجع أقولهم. طيب تاني، السيني شو كان؟ 0، والصادي تاعه شو كان؟ 1. طيب الزوج اللي بعده، الزوج المرتب اللي بعده، 1 2 2 3، الثلاث 4. طيب حطيتهم، بعدين شو السلافة؟ أنا بحكي لك شو السلافة. بدي العلاقة يا مس اللي أنت عملتها على السينات عشان تعطيك مين؟ الصادات، تمام؟ بدي العلاقة اللي عملتها على السينات عشان تعطيك الصادات، يعني صاد
دائما يمسك تحط صاد تساوي، صاد تساوي. شو عملت انا على السين عشان تعطيني الصاد؟ شو عملت انا على السين عشان تعطيني ايش؟ الصاد. لما حطيت السين سالب واحد اعطتني صفر، شو عملت لها انا؟ يا جمعتها لواحد يا ضربتها بايش؟ بصفر. في غير هيك حل؟ لا، لو جمعت للسالب واحد واحد بعطيني الصفر، ولو ضربته بالصفر بعطيني ايش؟ صفر. ممتاز. يعني انا بدي افهم انه هاي السالب واحد لو جمعت لها واحد شو اعطتني؟ صفر، ولو ضربت لها صفر شو اعطتني؟ صفر. ممتاز. لازم هذا القانون اللي مشي على الزوج الاول لازم يمشي عليهم كلياتهم نفس القانون. طيب شو القانون اللي انت اخذتيه؟ خلينا ناخذ اول وحده اللي هي موجب واحد، اني ازيد واحد. اذا طلعت صح عليهم كلياتهم معناته هذا القانون الصح. فهمنا؟ طيب هلا ليش ما حكيت بدي اخذ ضرب الصفر؟ لانه تعال يا مس هون على الصفر، اضرب الصفر في الصفر، اضرب الصفر في الصفر، هل بيعطيك واحد؟ هل بيعطيك واحد؟ لا، معناته هذا القانون فشل، لانه الثاني فشل عليها. تعال نجرب الموجب واحد. لو جمعت السالب واحد واحد شو اعطتني؟ صفر. لو جمعت الصفر مع الواحد شو بتعطيني؟ واحد. ممتاز. لو جمعت السين اللي هو هذا الواحد، لو جمعته مع الواحد شو اعطاني؟ اثنين، معناته صح. لو جمعت الاثنين مع الواحد بعطيني ثلاث، لو جمعت الثلاثة مع الواحد بعطيني ايش؟ اربعة. معناته انت كل مرة بتاخدي قيمة سين، كل مرة بتاخدي قيمة سين تجمعي لها واحد بعطيكي القيمة اللي موجودة بالصاد، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ صح. معناته انت حلك شو العلاقة تاعته اللي بتربط بيناتهم؟ انه صاد تساوي سين زائد واحد، سين زائد واحد. طيب تعال نشوف اللي بعدها. طيب هلا تعال نشوف اللي هو سؤال واحد صفحة 113، تعال نفكر فيه ونشوف كيف ننحله. سؤال واحد صفحة 113 نفس الشيء بيسألك عن العلاقة اللي بتربط بين الإحداث السيني والإحداث الصادي للأزواج المرتبة التالية. هلا أنت شو بتيجي بتطلع ماس هون؟ عندك نفس الشيء، لازم أعمل أول شغلة أفكر فيها إني أعمل إيش؟ الجدول، معناته بدي سين وبدي صاد. تمام، ممتاز. عشان أعرف العلاقة، أنا بسألني عن العلاقة. تمام، سين قديش؟ سالب اثنين، شو أعطتني؟ صفر. لما رحت حطيت بالسين سالب واحد شو أعطتني؟ واحد. لما حطيت الصفر أعطتني اثنين، لما حطيت الواحد أعطتني ثلاث، لما حطيت الاثنين أعطتني أربعة. شو عم بيعملوا على السين عشان تعطيهم هيك الصاد؟ تعال نشوف الأولى. دائما هيك فكروا، تفكروا بالأولى بعدين تطلع معكم الباقي. يلا طلع عندي. هلا بدي افكر انا بالاولى، معلش مس هو انه انا مشتركه كثير فراغ. تمام، طيب تعالوا نفكر بالاولى. بالاولى السالب 2 عشان تعطيني الصفر، ممتاز، نفس هذيك. يا بدي اجمع لها 2 يا بدي اضربها بايش؟ بالصفر. ضرب الصفر ممتاز، كلكم اكستوا عليه. ليه؟ ليه؟ لانه مش كل النواتج ايش؟ صفر. ممتاز. طيب تعال على اللهم صل على سيدنا محمد، تعال جمع اثنين، احنا حكينا جمع اثنين وضارب الصفر، والصفر نفيناه، هلا بدنا جمع اثنين، تعال على جمع اثنين. هلا السالب اثنين لو جمعتها مع الاثنين بتعطيني صفر؟ السالب واحد لو جمعتها مع اثنين بتعطيني واحد؟ صفر زائد اثنين، اثنين، واحد زائد اثنين، ثلاث، اثنين زائد اثنين، اربعة، إذا انطبق على سين زائد ايش؟ إذا بلاش بحكي له العلاقة راح تكون اللي هي الصاد. عشان تطلع قيمة صاد خلي سين زي ما هي بس اجمع لها ايش؟ اثنين. هاي هي العلاقة. فهمتوها؟ فهمتوا انا شو بعمل؟ فهمتوا؟ بس مكان هاي السين هاي اللي هي السالب اثنين لو رحت انا عوضتها هون ماشي تعطيني قيمة مين؟ صاد. يعني هيها سالب اثنين زائد اثنين شو اعطتني؟ شو بتساوي؟ صفر. مين هي الصفر؟ اللي هي الصاد، الاحداث الصادي هيها. فهاي العلاقة لو أنا عوضت فيها كل قيم هاي السين راح تعطيني نفس قيم الصاد اللي أنا موجودة عندي. تعال نشوف مثال اثنين. مثال اثنين عم بحكي لنا، طلع شو بحكي لك مثال اثنين. ما العلاقة نفس الشيء اللي بتربط بين الإحداث السيني والصادي في هذا الحكي عشان يطلع معك.
طيب شو حكت المس غدير؟ حكت لي انا بدي اعمل ايش؟ ايش بدي اعمل؟ ممتاز، بدي اعمل جدول. طيب عندي هون سين وعندي هون صاد، سين سالب 3 اعطتني 5، سالب 2 5، طيب سالب 1 اعطاني 5، الصفر اعطاني 5، طيب الواحد اعطاني 5، الاثنين اعطاني 5، ولقدام شوي رح تشوف 3 عندك في الكتاب اعطاني 5. كل ما بحط رقم بعطيني بالصاد 5. طيب شو عملوا بالسالب 3 عشان يعطيهم 5؟ ممتاز، انا بحكي يا اما زادوا له 8، ممتاز، جمعوا له 8، او شو في حل ممكن يعطيني 5 مع السالب 3؟ ما في شيء غير انه يزيد 8، صح؟ في غيرها؟ لا. هلا لازم تنطبق زائد 8 عليهم كلياتهم. لو انا جمعت للسالب 2 زائد 8 بتعطيني 5؟ لا، معناته هاي فشلت. اذا واحده فشلت معناته هاي القاعده فشلت. طيب فشلت بس انا في 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 علاقه، في طالع معي علاقه، معناته يا مس لو انا لاحظت انه لو اجيت ارسم انا المستوى الاحداثي، صح، لو اجيت ارسم انا المستوى الاحداثي واعين عليه اللي هو سالب 3 5، هاي سالب 1 سالب 2 سالب 3، وهي الصادي نحكي 1 2 3 4 5، تمام. لو اجيت انا عين سالب 3 5 هون راح تطلع، طيب سالب 2 5 هون، السالب 1 5 هون، الصفر 5 هون، الواحد 5 هون. طلعوا كل مرة هي عم تعطينا 5، لو ضليت ماشي هيك كل مرة هي رح تعطينا 5. شو يعني 5؟ يعني أنا شو ما عوضت بالسين رح تعطيني 5، ما أغلب حالي. شو ما عوضت قيمة بالسين رح تعطيني 5، معناته كل مرة صاد شو بتساوي؟ 5. في داعي أنا أعوض سين؟ لا، معناته افرض سين للصبح شو ما حطيت انا بالسين، شو ما حطيت عدد مثلا الصفر بتعطيني 5، عوض هون في تعويض؟ لا، هي رح تعطيني 5. طيب انا عطيتك السين سالب 1، شو رح تعطينا هون كمان؟ 5. فكل مره مس هون انه صاد تساوي 5، هذا بسموه مس دائما ثابت، ماشي، هاي العلاقه ثابته. طيب وبالاحرى اقتران ثابت، لكن انتم مش ماخذين اقتران صف السابع ان شاء الله بتاخده، تمام. اذا صاد تساوي 5، اسهل اشي انه يجيب لي الصاد متساوية. اذا جاب لي اياها متساوية على طول بحكي له صاد تساوي نفس العدد الموجود، تمام. طيب خلينا ناخذ كمان سؤال ونشوف. يلا سؤال 2 اللي هو صفحة 114. طلع سؤال 2 شو بحكي لك؟ بحكي لك انا ما كتبت السؤال، بحكي لك اعتمادا على الشكل 3 الى 11 ما العلاقة التي تربط بين الاحداث السيني والاحداث الصادي للنقاط الممثلة في الشكل؟ يعني انا بدي العلاقة لهاي النقاط الممثلة بالشكل. انا بيسألني على ايش؟ بيسألني عن علاقة اللي بتربط للنقاط في هذا الشكل. ممتاز، احنا تعودنا انه شو يعطينا؟ النقاط جاهزة. هون ما اعطاك اياها جاهزة، هون بده يختبرك بايش؟ بالدرس السابع. ممتاز، اول شغلة لازم اعملها اني اكتب كل النقاط اللي طلعت معي. تعال نشوف النقاط، هاي النقطة شو بتمثل؟ ايوه 6 سيني، انتبه، سالب 4 صادي. اذا كتبتها غلط كل حلك غلط، امشي بالدور، يعني بدي اخذ هاي بعدين هاي بعدين هاي، تمام. يلا انا راح اكتبهم هون على جنب. 6 شو اعطتنا؟ سالب 4، والتانية اللي هي 4 سالب 2، ممتاز، 4 سالب 2 اللي هي هاي. هاي شو راح تعطينا؟ اللي هي 2 سيني 0 صادي، اللي بعدها 0 سيني 2 صادي، اللي بعدها اللي هي سالب 2 4، واللي بعدها اللي هي سالب 5 6، واخر واحدة اللي هي سالب 6 8، سالب 6 8. طيب هلا مس هون انا اخذت 6 سالب 4 وهكذا 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 وهكذا، هلا انا طلعت، ممتاز، طلعت الاقواس او الازواج اللي هو كان يعطيني اياها. هلا انا شو بدي اعمل بهاي الازواج؟ بدي اطلع العلاقه. كيف بدي اطلعها؟ طلع هاي سين وهي ايش؟ وهي الصاد، ممتاز. يلا بطلت تخوفنا، الستة اعطتني سالب 4 والاربعة اعطتني سالب 2
والاثنين اعطتني صفر، والصفر اعطتني كم؟ 2، والسالب 2 اعطتني 4، والسالب 5 اعطتني ايش؟ 6، والسالب 6 اعطتني ايش؟ 8. تعال نشوف كيف الستة اعطته 4؟ كيف الستة اعطتنا 4؟ ممتاز، اعطتنا سالب 4، كيف اعطتنا سالب 4؟ ممتاز، معناته انا قد ايش جمعت لها؟ طلع 6 زائد او ناقص او اللي بدك اياه، المهم شو بتساوي؟ قديش تعطينا سالب 4. بما انها سالب معناته هاي اكيد ايش كانت؟ سالب، لانه طرح الفرق بينهما واشاره الاكبر، معناته هاي كانت ايش؟ سالب 10، صح؟ معناته انا الستة لو زدت لها سالب 10 بتعطيني سالب 4، معناته هاي او قانون اني ازيد لها سالب 10. شو ممكن كمان؟ شو ممكن كمان؟ دوره ها، شو ممكن كمان؟ شو ممكن احط على الستة يعطيني سالب 4؟ شو ممكن؟ طيب هلا هون احنا شو حكينا؟ قلنا انه ممكن ايش؟ السالب 10. كمان بدي حل تاني، شو الحل التاني ممكن يكون؟ طيب ليش انت ما بدك تمشي على السالب 10؟ انا بحكي لك ليش ما بدي امشي على السالب 10، لانه احنا حكينا اتفقنا انه السالب 10 لازم ينطبق عليهم كلياتهم، والواضح عندي انه السالب 10 زائد 4 شو بيعطينا؟ سالب 6، لكن الجواب شو اعطانا هون؟ من سالب 2، فهون احنا طلع معنا غلط، معناته هاي القاعده فشلت، ما زبطت معي، ما زبطت انه انا ازيد سالب 10، اذا اختياري كان غير موفق، فبدي اختار قاعده ثانيه. انتبهت على شغلة انه انا ممكن الستة، كلكم رحتوا حكيتوا ستة ناقص اثنين، صح؟ ستة ناقص اثنين، ستة ناقص اثنين بس ما بعطينا سالب 4، ممتاز، بس لو كانت هاي سالب وكانت هاي زائد كان اعطتنا سالب ايش؟ سالب 4، صح؟ صح؟ طيب كيف بدي اخلي هاي الستة تصير سالب وكيف بدي ازيد لها اثنين؟ انا بحكي لك كيف، انك تضرب هاي بسالب 1، صح ولا لا؟ لو ضربت أنا الستة بسالب 1 ماشي وجمعت لها 2 كان أعطتني إيش؟ سالب 4. طيب تعال نجرب القاعدة، يعني أضرب السالب، شو القاعدة اللي أنا طلعتها؟ إنه صاد تساوي سالب 1 ضرب اللي هي السين وأجمع لها 2، هاي القاعدة اللي أنا طلعتها جديد، خلينا نشوف تنطبق عليهم كلهم. يلا نجرب، سالب 1 ضرب 4 شو بعطينا؟ سالب 4، زائد 2 اعطتني سالب 2، ممتاز. تعال نجرب الاثنين، يلا هاي سالب 1 ضرب 2 وزائد 2، سالب 1 ضرب 2 سالب 2 زائد 2 شو اعطتني؟ صفر، معناته صح. تعال نجرب اللي بعدها، سالب 1 في الصفر زائد 2، سالب 1 ضرب 0 0 زائد 2 اعطتني 2، اذا صح. بما انها انطبقت على الاولى والثانيه والثالثه صح، معناته اكيد عليهم كلهم صح. اذا شو قاعدتي رح تكون؟ اللي هي ص تساوي سالب 1 ضرب س زائد 2. في ناس رح يكتبها بطريقه ثانيه، كيف؟ انه ص تساوي سالب س زائد 2، وهذا حكيه صح، لانه انا بعرف انه بين السين والسالب شو في بيناتهم؟ ضرب، واي سين بتكون لحالها بكون معاملها 1، تمام؟ طلعوا ما أسهله وما أبسطه وكل أموره كتير حلوة وسهلة. طيب رح أخذ آخر سؤال اللي هو سؤال 3، سؤال 3 مس اللي هو صفحة 114. سؤال 3 معطيك بده العلاقة كمان اللي بتربط بين الإحداث السيني والإحداث الصادي لهاي الأزواج المرتبة اللي هي سالب 1 سالب 1، طلعوا 0 0 واحد واحد، معاي 2 2. كل مرة مس، كل مرة، كل ما بدخل سين بطلع صاد نفسه، كل ما بدخل سين بطلع صاد نفسه، كل ما بدخل سين بطلع صاد نفسه، معناته صاد شو بتساوي؟ ممتاز، تساوي سين. هاي لو أنا عملت جدول ها شو الفايدة؟ عادي نفسها. طلع كل مرة بدخل سالب 2 بعطيني سالب 2، سالب 1 بعطيني سالب 1، شو ما بدخل سين بعطيني صاد نفسها، صفر صفر، واحد واحد، اثنين اثنين، معناته صاد شو بتساوي للقاعدة؟ صاد تساوي سين. يلا طبقها، سالب اثنين بعطيك سالب اثنين،
طبق حط مكان السين سالب واحد، شو بعطيك صاد سالب واحد، اذا كلهم طلعوا ايش؟ صح، ممتاز. طيب اهم شيء مس بهذا الدرس صراحه انك تدرس هيك اشياء، اني انا اعطيك العلاقه جاهزه، يعني صعب ارسم لك رسمه صراحه لانه هلا احنا دائره، فصعب كثير اني ارسم لك الرسمه، ماشي؟ فانا راح اجيب لك ازواج صراحه مرتبه، وانت شو توجد لي؟ العلاقه. خليني احل بس معك اللي هو بس مطلوب منك من كل تمارين ومسائل، بس السؤال الاول، بس السؤال الاول، ليش ما راح اعطيك الاشكال؟ هلا انت بتقدر تحل الاشكال، لكن انا ممكن اعطيك نفس هذا الشكل بس ما بعطيك الشكل. شو انا بروح بعطيك؟ بعطيك الازواج المرتبه تاعته، فاهم عندك كيف؟ يعني ما بجيب لك الشكل. يلا تعال شوف سؤال واحد، راح احل معك بس سؤال واحد اللي هو صفحه 115. سؤال واحد بحكي لك الف سالب 2 2، ماشي معك؟ سالب 3 3، سالب 4 4، صفر صفر، وعندك سالب 1 1. هذا موجود بالتمارين ومسائل. طيب كل مره مس هو عم بدخل، طلع عندي هون دخل السالب 2، هاي السين وهي الصاد، دخل السالب 2 شو اعطاه؟ 2، السالب 3 اعطاه 3، السالب 4 اعطاه 4، الصفر اعطاه صفر، والسالب 1 اعطاه ايش؟ 1. معناته هو شو عم بدخل للسين؟ كل ما بدخل العدد، لاحظ نفس العدد الصاد نفس عدد السين، لكنه موجب، يعني هو بدخله سالب بيطلع موجب، عشان يطلع موجب معناته صاد تساوي، عشان يطلع موجب كل مرة. ممتاز، شو الحل الأنسب؟ إني أضربه بسالب 1. تعال نشوف، سالب 2 ضرب سالب 1 بعطيني 2، سالب 3 ضرب سالب 1 بعطيني 3، وهكذا. معناته أنا رح أحكي سالب 1 ضرب سين، اعوض فيهم كلهم رح يطلعوا صح عندي، لاني انا بس بلغي السالب. ممتاز، هاي هي. طيب بس خلينا نكمل اللي هو عندنا باء. هلا عندنا ايش؟ اخذنا الف، عندنا باء. طيب باء شو معطينا باء؟ بحكي لنا 6 4 6 أربعة أربعة 2 3 1، وعنا 2 0، وعنا 0 سالب 2. يلا كيف أنا بدي أطلعه مس؟ أنا بحكي لك نفس الشيء، بدك تعمل إيش؟ الجدول. يلا هاي عندي جدول في سين وفي إيش؟ صاد. عندي 6 4، الأربعة إجا معها 2، الثلاث إجا معها 1، الاثنين إجا معها الصفر، والصفر إجا معاه سالب 2. شو كل مرة عمل على الأولى عشان أقدر أعرف العلاقة؟ لازم أشتغل على الأولى. أول وحدة ممكن تغششني، 6 لما تصير 4 شو عمل؟ ممتاز، نقص كم؟ 2. تعال نشوف بتنطبق على الكل، إذا انطبقت على الكل معناته حلي صح. 4 ناقص 2 4 ناقص 2 تعطينا 2، ممتاز. 3 ناقص 2، ممتاز، شو عم تعطينا؟ 1، معناته خلص كل شغلنا رح يكون صح. معناته الصاد عشان تطلع معي بدخل السين زي ما هي، اللي هي بتتغير قيمة السين اللي أنا بدخلها زي ما هي، وبنقص منها بس كم؟ بس 2. هاي هي العلاقة اللي كانت تربط بيناتهم، هاي طلعت مين؟ باء. طيب تعالوا على سؤال 2، سؤال 2. سؤال 2 مس معطيك هو رسمة جاهزة اللي هو صفحة 115. سؤال 2 بعطيك رسمة جاهزة من السؤال 2 هاد، تمام؟ أنا بعطيك الرسمة جاهزة، أنا بالامتحان حكيت لك ما بجيب لك رسمة، بجيب لك الأزواج جاهزة. خلينا نطلع الأزواج، طلعوهم من الرسمة اللي عندك معاك اللي هي 2 4، أنا راح أطلعهم جاهزين، ما راح أرسم لك الرسمة، أنت طلعهم جاهزين 2 4، وراح تطلع معاك النقاط اللي هي 1 1، وراح تطلع النقاط اللي هي 0 0، ماشي؟ وفي عندي نقطة راح تطلع معك اللي هي سالب 1 1، والنقطة الأخيرة اللي هي راح تطلع معك سالب 2 4. يعني هيك بيجيك بالامتحان، أنا بجيب لك هاي جاهزة، هاي بجيب لك إياها جاهزة، مش تطلعها من الرسم، فاهم علي كيف؟ وبدك إيش؟ بدك تطلع لي العلاقة. لكن هدول أنا من وين طلعتهم؟ من النقاط اللي على الرسمة، زي المثال اللي حليناه ببداية الدرس.
طيب الاثنين صارت أربعة، والواحد صار واحد، والصفر صارت صفر، والسالب واحد صار واحد، والسالب اثنين صارت أربعة، معناته لازم أنا إيش أعمل فيهم هدول؟ جدول. يلا سين ص، اثنين أربعة، الواحد واحد، الصفر صفر، السالب واحد واحد، والسالب اثنين صار أربعة. متر اثنين بده يصير أربعة في حال إذا جمعت له اثنين أو ضربته بإيش؟ بنفسه. ممتاز، ضربته بنفسه. شو يعني أضرب اثنين في اثنين؟ يعني اثنين إيش؟ تربيع، مزبوط ولا لا؟ إني أربعه. طيب تعال نشوف الأولى تنطبق عليهم كلهم. اثنين زائد اثنين بعطيني أربعة، واحد زائد اثنين بعطيني إيش؟ واحد، لا ما أعطاني، معناته هاي القاعدة شو مالها؟ فاشلة، ما زبطت معي. بدي أخذ القاعدة الثانية، حكيت إني أخذ أنا سين وشو أعمل؟ أربح. اثنين تربيع أعطاني أربعة، الواحد تربيع شو أعطاني؟ واحد. الصفر تربيع صفر، سالب واحد تربيع واحد، سالب اثنين تربيع أربعة، معناته صاد شو بتساوي؟ سين تربيع، سين تربيع. عوض كل واحدة فيهم رح تطلع معك. هاي تعال شوف، عوض الواحد، واحد تربيع شو أعطاني؟ واحد، صح. هاي الواحد بعطيني واحد. طيب عوض الصفر، صفر تربيع شو أعطاك؟ صفر، ممتاز. هيها عوض سالب واحد مكان السين، ما انت بتعوض مكان السين، سين كم؟ سالب واحد تربيع شو أعطاك؟ واحد. هاي قيمة صاد، صح ولا مش صح؟ صحيحة 100%. هيك بنكون خلصنا درس العلاقة وأهم الأشياء اللي فيه. باقي الأسئلة ما تدرسها، ثلاثة وأربعة ما تدرسها، ما بيجي زيهم مس، تمام؟ طيب اللي بدي أحكي لكم يا سادس، عندكم كان اللي هو واجب قديم، اللي هو بس قبل الواجب القديم خليني أعيني لك الواجب الجديد عشان تخلص من هذا الدرس، اللي هو الواجب سؤال مس أربعة، سؤال أربعة صفحة 134. هذا واجبك اللي هو الجديد، هذا الواجب الجديد. يوم السبت بفتح لكم المجموعة، حتى ما في داعي أفتح المجموعة عشان سؤال واحد، ما في داعي مس، خلص هذا عليك حل، ماشي، وبتبقى بترسله مع الواجب اللي بعده، تمام؟ طيب هلا أهم شغلة عندك مس اللي هو كان عليكم واجب قديم، اللي هو السؤال الأول صفحة 111، راح احل لك اياه، بس اتاكد من حلك صح ولا غلط، وعدل اذا صح عدل، اذا صح اتركه، واذا غلط عدل. اللي هو كان عليكم الواجب القديم اللي هو سؤال واحد صفحه 111، افتح دفترك عليه. كنا انا معطيتك جدول، تمام؟ يلا مس انا جهزت لك الجدول جاهز عشان ما ياخذ من وقت تسجيلك. هلا في عندك اللي هون سالب 2، اول شيء بدك تعوض مس قيمه سالب 1 والسالب 8 في كل تعبير جبري له، فباجي بحكي هون سالب 2 ضرب سالب 1 زائد 10 ضرب سالب 8، فباجي بحكي له اول شغله شو بعمل؟ باجي بحكي سالب 2 ضرب سالب 1 كم بعطيني؟ 2، ممتاز. ولا 10 ضرب سالب 8 اللي هي سالب 80، سالب مع الموجب شو بيعطيني؟ اللي هي سالب كم؟ لما اطرحهم 78، سالب 78، تمام. بتقدر تعوض انت على طول بالمقدار الثاني او تاخذ المقدار مقدار، انا راح اعوض بالمقدارين، ماشي؟ يلا هون سالب 1 ضرب 2 مكان صاد شو بدي احط؟ سالب 8. صار عندي المسألة سالب 1 في 2 شو بعطيني؟ سالب 2، سالب في سالب راح يصير موجب 2 في 8 16، موجب 16. طيب تعال شوف اللي بعدها، سالب 2 ضرب 3 زائد 10 ضرب 9 راح تصير سالب 6 زائد 90 كم بعطينا؟ 84 موجب. يلا كمل هون، عندك 3 ضرب 2 ضرب ايش؟ 9، 3 في 2 6، 6 في 9 54. طيب تعال نشوف هاي، يلا سالب 2 ضرب 5 زائد 10 ضرب 4، سالب 10 زائد 40 شو بعطينا؟ 30. طلع هون 5 ضرب 2 ضرب 4، 10 ضرب 4 40. تعال على اللي بعدها، سالب 2 ضرب 8، هلا انتم مطلعين الناتج بس ايش كنتم تعملوا؟ تشيكوا. هاي سالب 16 زائد سالب 20 سالب 36. يلا تعال هون نشوف،
اللي هي 8 ضرب 2 ضرب سالب 2. 16 ضرب سالب 2 رح يعطينا اللي هي سالب 12 سالب 2 و 30 سالب 2 و 30 سالب 2 و 30 تمام. طيب تعال على هاي شو رح تعطيك؟ سالب 2 ضرب 5 سالب 2 ضرب 5 زائد 10 ضرب 10 هاي 100 زائد سالب 10 بتعطينا كم؟ 90. طيب تعالوا على هاي آخر واحدة اللي هي سالب 5 ضرب 2 ضرب 10 سالب 10 في 10 سالب 100. هيك بنكون خلصنا الواجب. لا تنسوا الواجب اللي كان عليكم قديم. دمتم بأمان الله. يعطيكم ألف ألف عافية.